رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. أمر الملائكة يسجد الخلق الجديد، سجد الملائكة كلهم إلا العنيد، شيطان رجيم مغرور لعين خلق نار ودخل قطين، ما سجدش صار من الملعونين. وسوس لآدم في النعيم، وشاور له عالشجرة اللئيم، قال له الخلود سر الوجود، بس انت دوب تصبح أوام، تصبح رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في رجال ذنب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا يا إلهي ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. لما علم إبليس أنه قد خسر الدنيا والآخرة طلب من الله تعالى أن يمهله ولا ينفذ فيه قضاءه حتى يوم القيامة، فأجابه الله لما طلب، فما كان منه إلا أن توعد بأن يغوي بني آدم ليدخلهم النار معه ويبعدهم عن رحمة الله
الذي بين له أن النار مصير كل من يتبع الشيطان ويبتعد عن الهداية وطريق الإيمان. هكذا يحذر الله تعالى الناس ويبين لهم أن الشيطان عدو لابن آدم منذ بدء الخليقة، وأن هدف هذا الشيطان هو إضلالهم ليوردهم النار معه. ليبودا، تذوقي هذه الثمرة، خذي. أيتها اللئيمة، سأمسك بك. انتظري. لن تستطيع اللحاق بي. إنه يوم مشمس جميل، كم أود أن يكون لي جناحان مثل هذه الطيور لأحلق عالياً في السماء أتأمل روعة خلق الله. إقليمة، ما لك صامتة لا تتحدثين؟ أفكر يا ليبودا، أفكر. فيما تفكرين؟ أفكر في أخي هابيل، أخشى علي. إقليمة، لقد سئمت حديثك عن قابيل وهابيل، وكأن شيئاً جللاً سوف يحدث. هذا ما أشعر به. قاتل الله الغيرة والحسد. ترى، ماذا تخبئ لنا الأيام؟ ماذا دهاك يا قابيل؟ ما كل هذا العداء مع أخيك هابيل؟ كيف تجرؤين على الحديث معي هكذا؟ إنني أختك ولي عليك حق النصيحة. وأنا لا أقبل منك أي نصيحة. ماذا تريدين يا ليبودا؟ ومن أشار عليك أن تأتي إلي بالنصيحة؟ لا أحد يا أخي. إذن فلتعلمي أنني أنا قابيل، أنا أول من ولد على هذه الأرض، وأنا ولدت بعدك مع هابيل. ليتك لم تأتي إلى هذه الدنيا أيتها الدميمة. ماذا قلت؟ أتصفني بالدميمة؟ إذن فلتعلم أن هذه الدميمة ربما تكون عند الله أفضل منك. يا أول مولود على الأرض. ماذا تريدون مني؟ نعم، أنا أكره هابيل لأني الأقوى، أنا أفضل منه، لا، أفضل منكم جميعاً، وسأرث وحدي هذه الأرض ومن عليها، أتسمعون؟ أيها المسكين، لقد استحوذ عليك الشيطان، ونطقت بما نطق به أمام الله، لقد أخذك الغرور والكبر، وأخشى أن يكون مصيرك نفس مصير الشيطان. سوميا لم يسمع لكلامي وسخر مني ومن إبليس. لا أدري كيف سنتخلى عن الأرض لهؤلاء الغرباء. فمنذ أن حاربتنا الملائكة ونحن متفرقون. وماذا لو اجتمعنا تحت راية إبليس لندخل حربا؟ ندخل حربا؟ مع من؟ مع آدم وبنيه حتى نطردهم من هذه الأرض. كيف وآدم خليفة الله في الأرض ونحن لا نستطيع ذلك؟ لا، بل نستطيع.
ما أبدع خلق الله. انظري يا إقليمة، انظري إلى ماء النهر الصافي وإلى قاعه الممتلئ بالأصداف والأحجار. ترى كيف كانت أنهار الجنة التي أخرج منها أبي وأمي؟ مؤكد أنها تفوق هذا النهر جمالاً. كان أبي وأمي يحكيان عن طيب هوائها حيث لا برد ولا حر، كانا يحكيان عن أشجارها وثمارها الطيبة. ترى أكان بها أيضاً سباع ووحوش ضارية؟ ما هذا الصوت؟ ما هذا؟ إنها الذئاب! اقفزي إلى النهر يا إقليمة! هيا اقفزي! أنا لا أحسن السباحة! ولا أنا! أنا أيضاً لا أحسن السباحة! ولكن ما الحيلة؟ اقفزي بسرعة! ابتعدي! ابتعدي عن حافة النهر يا إقليمة! أخشى من الغرق يا لبودة! لا تخشي شيئاً! هاتي يدك! قومي ولا تخافي! لا! إني أحاول يا لبودة! إني أغرق! إني أغرق! قابيل! هابيل! أنقذونا! أنقذونا! أسمع أصوات استغاثة آتية من بعيد. الأصوات آتية من اتجاه النهر. قابيل! يا قابيل! تعال معي! هابيل! إني أغرق! هابيل! يا أخي قابيل! أنقذنا! هابيل! اذهب أنت إليهما يا هابيل! اذهب! أنقذهما! لا تخافي يا إقليمة، لا تخافي أبدا، أمسكي بيدي. أجل أجل، هكذا. وأنت يا لبودة، هاتي يدك. الحمد لله، الحمد لله. هل أنتما بخير؟ لقد نجونا من الموت بأعجوبة. حمد لله، شكرا لك يا هابيل، لقد أنقذتني بعد أن كدت أن أموت. هيا نبتعد من هنا قبل أن تعود الذئاب مرة أخرى. نعم، هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم
لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.